الرحمن الرحيم. المجموعة الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية تطالب منذ زمن بعيد بحقوقها المشروعة الثابتة الذي يخولها القانون الدولي والمنظمات وكل الضمائر الحية. ونناشد العالم بإسرك وما ذلنا قاعد نشدنا، ما خلينا حد ما نشدناه. اليوم نطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة اللي ضريك رأى هذا المقر رولا هذا المقر اللي مستركل بجميع أنواع الأمن، من درك حربي، من قوات مساعدة، من خازنية، من جيش، قول ما عرفنا كانها دشرة والله سنتور. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ونتمناهم عند الله تبارك وتعالى وتضامن لا مشروط مع أسود وأبطال ملحمة الديميزيك اللي خلف القبطان الشجون المغربية اللي مشاو ظلما وهم قالوا كلمة الحق، واليوم اللي قال كلمة الحق عاد مجرم وعاد ينهان ويلتاح في الحبسات كونهم قالوا كلمة حق حياتهم. والتاريخ راه ما يرحم، راه التاريخ قدام الجميع، ويوما ما لا ينكشف ذاك اللي كان سبب باش نوضعوا في الشجن. أبريات هم البراء ونعرفوهم كاملين تبارك الله ما شاء الله، ولا هم دارقين لنا مرقوا من أجل حق ومن أجل حقيقة وساكت عنها العالم. والعالم ولو تموا لا يهينوا ويبطشوا يوميا البطش قدام الأمم المتحدة وقدام المنظمات وقدام الغير. يا غير الصحراوي رغم ما يخسر عليهم رشي، ما دام الحق ضايع لا وراه مطالب، ولا ينتموا لا نطالبوا كبار وصغار، ولا يهم القمع ولا يهم الغير. وراهم داروا المدارس، داروا المدارس من العسكر، داروا لهم قوات المساعدة بأنهم خازنية، أنواع القوات مدخلة. وإذا ما يرهب ما يرهب ما يرهب صبح وزيقة مدينة العيون المفتلة وجميع المدن الصحراوية، وفين ما تواجدوا الصحراويين منتهكين في جميع حقوقهم. واللي سائل يبغى يقول الحق راه الخالق قال لا الموت، قال لا الموت. ونعلت الله وانا على الجبلاء والعملاء اللي لحقوا الناس الاخبار ويجوهم لديارهم ويلحقوهم. يا غير ذاك راه ما يخسرش على الصحراوي اللي هو صحراوي، وراه التاريخ قدامنا وكل الوطن والشهادة. والسلام.